السلام عليكم. زار صبيحة اليوم والي ولاية وهران، إذا زار مركب هاتفي ميلود للوقوف على يعني التحضيرات لبداية المقابلة تاع الشان، ووقف على يعني التجارب حول يعني الألواح الإلكترونية الإشارية، واللي كانت يعني حسب الصور اللي أنا نشوفه فيها عادي، يعني النتائج الآن أصبح متحكم فيها هذه الألواح. وكذلك وقف على يعني كل التجهيزات حول الملعب، يعني من الجهة الخارجية وكذا ملاعب تدريبات، وكان كل شيء على حسب ما يرون. والملاحظ كذلك أن الأرضية على الميدان راهي في الطوب، يعني إذا الحمد لله كل شيء راه ماشي بأحسن ما يرام، ولابد علينا أن نأخذ الحذر، الحيطة والحذر، نحن في يعني مواقع التواصل الاجتماعي لكي لا نترك الأعداء هنا أن يشوه الصورة نتاع النفسة هذه، وإن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.